بسم الله الرحمن الرحيم. سنتعرف في هذا الدرس كيف يمكننا فتح مشروع تم استلامه من جهاز آخر في جهازنا الحالي. قد يصادف أن يتم بناء التطبيق في جهاز على أندرويد ستوديو بإصدار يختلف عن الإصدار الذي عندنا مثلا. قد يكون الجهاز الآخر فيه بعض المكتبات الغير متوفرة في جهازنا الحالي. فاليوم إن شاء الله حنتكلم على كل هذه المشاكل التي تصادفنا عند أول تشغيل. في البداية يتم استقبال المشروع مثلا كمجلد مضغوط. هذا المجلد إذا فتحناه حيكون بهذا الشكل من خلال برنامج الوينرار. إذا لم يكن هذا البرنامج موجود عندنا في الجهاز يجب تحميل برنامج وينرار في الجهاز عندنا بالدخول على هذا الرابط winrar.com وتحميل الإصدار الذي يتناسب مع جهازنا. بعد ذلك باستخدام برنامج الوينرار يتم بالضغط بالزر اليمين وبعد كذا extract here أو استخراج الملفات هنا من أجل فك ضغط الملف هذا أو فك ضغط هذا المجلد كامل بجميع محتوياته. الآن هذا المجلد الناتج إذا فتحناه بهذا الشكل سنجد جميع هذه الملفات. فكيف أفتح هذه أو هذا المشروع؟ إحنا في الدرس الأول تعرفنا كيف يتم عمل create new project. الآن ممكن نختار الخيار الثاني Open Existing Project يعني فتح مشروع سابق، فهذا اللي أنا أختاره الآن وأختار بعد ذلك مكان وجود هذا المشروع. أنتقل إلى قائمة وجود الملف مثلا في الديسكتوب، هذا هو أيقونة التطبيق. إذا شاهدت الأيقونة بهذا الشكل في الإصدار اللي أنا أشرح عليه الآن تكون أيقونة الأندرويد، أو إننا أخذ هذا المجلد وسحبه إفلات على الأندرويد ستوديو نفسها فيشتغل معي سواء بهذه الطريقة أو مباشرة بالسحب والإفلات بهذا الشكل يفتح معي المشروع. المهم أننا أول شيء أسويه أفتح الضغط عن هذا المجلد، بعد ذلك أنتظر بعض الوقت إلى أن يتم تحميل كل ما يلزم لتشغيل هذا المشروع. قد تأخذ العملية مني بعض الوقت اعتمادا على سرعة الجهاز عندي، سرعة المعالج، سرعة الإنترنت. قد تأخذ وقت يصل إلى أحيانا نصف ساعة في الأجهزة البطيئة. فهنا حيظهر لي مثلا إشعارات في الأسفل بهذا الشكل لتحميل أي شيء. طبعا إذا حصل أي خطأ وكانت الأيقونة هنا أيقونة مكتوب عليها problem أو project هذا معناه أن المشروع لم يعمل معي بشكل صحيح. فإلى أن تظهر عندي أيقونة الأندرويد فهنا المشروع لم يتم فتحه بشكل صحيح. فأول خطوة أو أول حل أسويه من قائمة البيلد أختار ممكن أسوي clean project اللي هو تنظيف المشروع لمسح أي أثر من الجهاز السابق. وبعد اكتمال عملية الكلين أسوي عملية build، هنا سأجد عملية rebuild أو build نفسها rebuild project. فكذا يتم إعادة بناء المشروع من جديد في الجهاز الحالي. السبب الأساسي هي عملية الـ SDK يكون مرتبط في الجهاز السابق. ممكن تظهر عندي رسالة تنبيه أن الجهاز هذا كان مرتبط بـ SDK مع شخص آخر، ففقط أضغط على OK ليتم ربط التطبيق بجهازي الحالي. كما قلنا العملية قد تأخذ بعض الوقت الآن لتجهيز كل شيء. الحل الثاني إذا ما نجحت هذه العملية وما زالت عندي هنا بتظهر لي بعض الأخطاء، قد يكون هناك بعض الأشياء اللي هي مكتوب عليها Install يعني تحميل، فهنا يجب أننا أضغط عليها. حتظهر عندي بعض المشاكل هنا باللون الأحمر من أجل تحميل أي مكتبات ناقصة، فهنا يجب أننا أحملها. قد يكون مكتبات في السيرفيسز، مكتبات خارجية تم استخدامها غير موجودة في هذا الجهاز، فيجب أن أضغط على أي عمليات إنستول بتظهر عندي هنا كأخطاء. الحل الثاني اللي إذا ما نفع الحل السابق هذا من القائمة فايل أختار Sync Project with Gradle Files، هذا علشان نسوي عملية مزامنة مع إعدادات الجهاز الموجود عندي الآن. فأيضا هذه العملية قد تأخذ بعض الوقت بنفس الطريقة السابقة. الحل الثالث إذا ما نجحت هذه العمليتين أختار من القائمة فايل، في عندنا هنا Invalidate Cache وRestart، هذا بيسوي إعادة مسح للكاش الموجود في النسخة الآن وإعادة بناءها من جديد. أضغط هنا على اللون الأزرق Invalidate and Restart بيسوي إعادة تشغيل لكل شيء من جديد. إذا ما نفعت هذه الثلاث الطرق السابقة كلها فهنا أقوم بإغلاق المشروع Close Project
والنسخة اللي أنا فكيت الضغط عنها هذه أكيد حصل فيها مشكلة أثناء فتح الضغط، فأحذفها، أشيلها إلى قائمة المهملات وأعيد فك نسخة جديدة. النسخة هذه اللي استلمتها أعيد فكها من جديد، extract here أو استخراج هنا، وأعيد العملية من جديد. طيب إذا سبق وفتحت المشروع سأجده الآن في هذه القائمة. فالآن كما قلنا إذا ظهرت عندي قائمة الأندرويد وأتأكد أدخل على قائمة المنفست سأجد مثلا هذا التطبيق، أحد التطبيقات مثلا اسمه تطبيق أذكار. إذا ظهرت عندي الملفات بهذه الطريقة، فتحت أي ملف من هذه الملفات ولم أجد أي رسائل باللون الأحمر، ما فيش عندنا أي أخطاء في الفتح، فهذا معناه أن التطبيق اشتغل عندي بشكل صحيح. أتأكد أيضا بالدخول على قائمة اللي أوت، الواجهات اللي صممناها لا يوجد أي أخطاء باللون الأحمر. فكذا أتأكد أن المشروع أصبح جاهز للتشغيل. التشغيل شرحناه في فيديوهين سابقين، أضغط على علامة الرن فمباشرة حيتم تشغيل التطبيق في داخل المحاكي. كان في تسجيل مستقل أو شرح مستقل لكيفية تشغيل التطبيقات في الأندرويد ستوديو إيميليتور، شاهدوه. وأيضا هناك تسجيل على كيفية تشغيل التطبيقات في داخل الفايزر، شرحناه الفايزر شرحناه في فيديو مستقل. طيب بعد اكتمال فتح التطبيق حيتم تشغيله في داخل هذا المحاكي. أستطيع الآن استخدام التطبيق بكل الخدمات اللي فيه حسب ما تم برمجته. قد أجد بعض المشاريع موجودة مثلا في الجيت هاب، الموقع الشهير للمشاريع. في هذا المكان ستجدون العديد من المشاريع الجاهزة، فقط أبحث عن اسم المشروع. مثلا أريد أتعامل مع الخرائط، مثلا أدخل على هذا المشروع. الآن هذا مشروع على جوجل ماب مبني، مثلا هذا المشروع أعجبنا، ممكن أسوي هنا داونلود زيب فايل. فبهذه الطريقة الآن بيتم تحميل هذا المشروع في جهازي بنفس الطريقة اللي سويناها من قبل. أقوم بفك الضغط عن هذا المشروع وأفتحه بنفس الطريقة اللي إحنا سويناها الآن. ستجدون العديد من الأمثلة والمشاريع الجاهزة مثلا في هذا الجيت هاب. فإحنا الآن سوينا نفس الحركة ولكن مع مشروع سابق. طيب الآن إذا اشتغل عندي كل شيء بشكل صحيح يصبح هذا هو التطبيق اشتغل معنا. وإذا واجهتكم أي مشاكل أخرى في التشغيل اذكروها لي إن شاء الله في التعليقات وأرد عليكم إن شاء الله.